السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم رشيد شو. رشيد شو، حلقه جديده ونجوم جداد. ضيوف ديال حلقه اليوم هما جوج ديال النجوم، شباب قدروا انهم يثبتوا نفسهم سهل في النية، عندهم مشوار قصير ولكن العطاء ديالهم كبير. ضيوف ديال حلقه اليوم غادي نتعرفوا عليهم اليوم اكثر، وغادي نجبدوا منهم بزاف ديال الاسرار وموجدين لهم بزاف ديال المفاجات. الحلقه ديال اليوم، قبل ما نستقبلوا الضيوف ديالها، عندي لكم واحد النجمه صغيره ثقات على سكينه. سكين لاباس؟ لاباس. شخبارك؟ فين كتسكني؟ طروازيان. هنا في طروازيان؟ ما هدرتش على الطابق. السكنة فين؟ فين كتسكن؟ كازا. كازا؟ هاكاك. عندك شي صحابك؟ شنو هما؟ صحابك وصحاباتك. فين خليتيهم؟ بتيها كاينة في خريبكا. بتيها كاينة في خريبكا؟ اه. وما عندك غير بتيها هي صاحبتك؟ واحد النهار اها في العرس هي ما بغات تجي معايا بعد تشوف شعر بتيها ابيض. ما فهمت والو في راسك؟ ما فهمتش انا. هي صاحبتك مشات معاك العرس باش تشوف شعر بتيها ابيض؟ ايه. علاش عرفتيها شمن لون هو؟ بياض. ونظل ضحكنا عليها في الارض. قولي والله. انتي كتعجبك خريبكا؟ اشنو كيعجبك في خريبكا؟ ناموسيتي. ناموسيتك هي هادشي اللي كيعجبك خريب كاع؟ ناموسيتك والصربية فيها طعم وجيري. عندك الزربية فيها شكون؟ طعم وجيري. طعم وجيري، انا كنعرف طعم وجيري. قولي دابا انت فاش تكبري شنو هي الخدمة اللي تبغي ديري؟ الخدمة شنو هي الخدمة اللي تبغي تخدمي ملي تكوني كبيرة؟ الخدمة؟ اه نتفرج. تفرجي تفرجي فاش؟ في البيثي. في البيثي؟ هذوك البنيتات كيضحكوا، علاش كيضحكوا؟ هذوك البنيتات شتهم كيضحكوا، علاش كيضحكوا؟ أقول أنت شنو غندير ليهم؟ شنو غنديري ليهم؟ غادي ايه نعمرهم. تعمريهم بالشطابة؟ بالشطابة؟ ايه. ماماك شنو كدير ماما؟ كتخدم. فاش كتخدم؟ في البيرو ديالها. في البيرو ديالها؟ لا، شنو هي خدمتها؟ شنو هي خدمتها؟ البيرو. خدمتها هي البيرو؟ خدامة في البيرو هي؟ ولكن شنو كدير في البيرو؟ ها؟ شنو كدير في البيرو؟ كتفرج في البيسي كتشوف. تبارك الله، صنعت على البيت. فين هي ماماك؟ فين هي ماماك؟ ها؟ فين هي ماماك؟ وريها لي. باين هي. اش لابسة؟ زيف. اش من لون؟ في كاع الألوان. أجي قول لي، باباك شنو كيدير باباك؟ بابا مغني. مغني؟ غني لي شي اغنيه ديال باباك. ها؟ غني لي شي اغنيه. اغنيه اللي بغى فيها. غني لي نسمع. ها؟ غني لي. واخ. قولي. غنغني نغني ديال سعد مجرد. اش قولي كتتفرجي شويه في دوزان؟ اه.
فاش كتفرجي في دوزان؟ راشيد شو. واش الاخر؟ واش الاخر؟ راشيد شو وكنعسو كنتفرجو بالليل. كتشوفوني بالليل؟ مزيان. ولا بغيتي شي نهار مثلا تكوني مثلا انت في التلفازه، شنو البرنامج اللي تبغي تقدمي مثلا انت؟ شي نهار الا قالوا لك جيت التلفازه شنو البرنامج اللي تبغي تقدمي؟ رشيد شو. رشيد شو؟ ايه. قالها قدميني نشوف، قدميني نشوف كيفاش غتهضري عليا. رشيد شو. مشاهدينا، الضيفه ديال حلقه اليوم هي فنانه مغربيه قدرت انها تالق في مجموعه من المجالات، دارت الغناء، دارت التمثيل، دارت عروض الازياء. اليوم غادي نتعرفوا عليها اكثر وغادي نكتشفوها اكثر. تصفيقات حاره على الفنانه كريمه غيت. كريمه مرحبا بك. الله يبارك فيك. نهار كبير هذا، اول مره في برنامج رشيد شو، واجده للمواجهه. شرف لي بزاف انني معك اليوم، وانا من اشد المعجبات، ونتمنى تكون حلقه زوينه مع هذا الجمهور الرائع. كريمه غيت، انت تعرف عليك الجمهور كمغنيه وكممثله وكعارضه ازياء، والمسار ديالك تبارك الله رغم انه قصير فيه بزاف ديال الحوايج. اليوم غادي نخرجوا منك بزاف ديال الحوايج، وباش نعرفوا الجمهور على مسارك وجدنا لك واحد البورتري على طريقتنا، نخليك تشوفيه مع الجمهور ورجع. الضيفه ديال حلقه اليوم مغربيه من اصول امازيغيه، الى حققتي فيها مزيان غادي تغلط وتقول قاوريه، ولكن هي في الاصل مراكشيه. الضيفه ديالنا الموهبه ديالها خلاتها تضرب دويره في الكره الارضيه، ما خلات حتى بلاد، لبنان، مصر، دبي، ابو ظبي، تركيا، الميريكان. نهار بغات تعلم الموسيقى شدت الطياره ديريكت لبنان وبدات كتعلم السولفيج. من بعد شاركت ستار اكاديمي، ملي ما حالفاش الحظ هزات قشاوشها وطارت لتركيا باش تشارك في ذا فويس. ملي ما مشاتش بعيد في الغناء قلبات الحرفه وخدمات في العقار في تركيا. الضيفه ديالنا طلع عليها الدم وهي تطريق ديريكت لمصر باش تقلبها تمثيل. الضيفه ديالنا ايضا كانت عارضه وتسديد العارضه. نعم، المهم الضيفه ديالنا ما خلات حتى حاجه ما دارتها. انا بغيت ديك الطروبيل الحمراء ما نخرجش منها حتى ناخذ الطروبيل. مرحبا مرحبا كريمه غيت، كما شفتي في الروبورتاج وكما شاف الجمهور درتي بزاف د الحوايج، درتي الغناء، التمثيل، عروض الازياء. واش السبب ديال انك ديري بزاف ديال الحوايج هو فقط البحث عن الشهره، ولا كتقولي الا ما صدقات في هذه تصدق في هذه؟ ملي كتقول بزاف ديال الحوايج، انا في الاصل بديت في التمثيل، يعني من سن 16 سنه مثلت في امريكان دوكيومنتريز، خديت الدور ديال مريم العذراء، كليوباتر، حاجات اللي بانوا في البي بي سي تشانل. من بعد درت زينه الحياه اللي هو كان مسلسل 120 حلقه، مسلسل تركي مغربي 120 حلقه. من بعد الغناء، فالانسان اللي كتكون عنده الموهبه كيسعى باش يحقق هذا الشيء كامل، ماشي عيب. يعني دابا فين كتلقى راسك اكثر، يعني في الغناء ولا في التمثيل ولا فاش؟ بجوج بجوج. ومن التمثيل دزتي الغناء؟ يعني بدايتي تمثيل من بعد الغناء. وكان اول تجربه عندك كانت برنامج ستار اكاديمي؟ طبعا. ياك ولا لا؟ برنامج ستار اكاديمي اللي خطي فيها التجربه هذه، ولكن ما حالفكش الحظ، يعني ما بقيتيش يعني حتى الفينال. وهذه القضيه هذه خلاتك انك تعاودي تجربي مره اخرى وديري تجربه اخرى في الغناء في برنامج ذا فويس. ذا فويس تركي. واول يمكن مغربيه وعربيه اللي شاركت في برنامج ذا فويس ديال تركيا. فعلا كنت اول عربيه شاركت، وهذا الشيء لقى يعني حب من الجمهور الاتراك، لقى حب من الاعلام، لانه
كيفاش عربيه مغربيه تمشي تشارك في دوفويس تركيا وتغني بالعربيه. فهذا دار شويه لو بوز، والحمد لله يعني قدرت انا نوصل اللهجه ديالنا واللغه العربيه للاتراك، لانهم هما من عشاق الفن العربي. اكيد غادي نخلي الجمهور يشوف مقطع صغير من هاد التجربه ديالك في دو فويس، واول مره كدوزي قدام لجنه التحكيم في هذا البرنامج. نشوف هذا المقطع ونرجع. قدام لجنة التحكيم في تركيا، ولجنة التحكيم انبهرات بالصوت ديالك، ولكن ملي كنشوفو كنلقاو بان يعني الطريقه باش كتغني كريمه غيت قريبه اكثر لوكسيدونتال، رغم انك كتغني يعني الاغاني الشرقيه، ولكن يمكن هذا هو السبب علاش خلاهم اكثر انهم الصراحه في الاول كنت كنغني غربي فقط. من بعد يعني من بعد ستار اكاديمي مشيت لبنان، درست موسيقى مقامات عربيه مع ريشارد نجم. جاني عشق للطرب وعشق الغناء العربي، فحاولت نطور من نفسي والحمد لله تمكنت منه. تمكنتي منه؟ واثقه من نفسك بزاف بنتي ليا كريمه. الثقه في النفس ماشي شي حاجه، يعني انني كنت كنغني غير غربي وفرونسي، من بعد وليت كنغني عربي، من بعد تركي، من بعد شلحه، من بعد هكاك. بزاف الالوان غنائيه اليوم، انا اكتشفوك بزاف ديال الالوان الغنائيه كريمه غيت. نرجع معك للاسم ديالك، كريمه غيت اسم الحقيقي ولا اسم؟ الاسم الحقيقي كريمه غويت، ولكن غويت. الناس غويت يعني جي او اي تي، ولكن الناس بزاف خداو غيت، فبالعكس من غويت رجعوا للغيت. غيت يعني المعنى ديالها هو المطر، الشتا. الغيت غيت غويت شتيوا تبروري تبروري. فاش دزتي قدام لجنة التحكيم ديال برنامج دو فويس، واحد الوقيته هضرتي مع واحد من لجنة التحكيم، هضرتي معاه بالدارجة، قلت له اشخبارك لاباس عليك؟ صاحبك الحاج يونس. تحية للحاج يونس. تحية تحية للفنان ديالنا. شوف احنا المغاربة ملي كنفرحوا صدقني، ملي كنكون كنهضر سواء فرونسي اونجلي تركي، ملي كنفرح كنهضر مغربي. ياك ولكن راه قلقتي واحد من لجنه التحكيم. علاش قلقتي؟ حنا شدينا الهضره ديالو اللي قالها بالتركيه وترجمناها. نشوفوا هاد لا سيكونس. يلا نشوفها. Hello everybody, my name is Karima Greet. Gary. I'm Karima. Karima. كريمة. 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 أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً فيك. اش اخبارك لاباس عليك؟ وانت مريض هادي واش كيسحب الحاج يونس؟ واتين على الشيطان. كريمة غير سمعت بانك برنامج دو فويس شاركتي فيه في النسخه الاولى ديالو، ودابا عاودتي شاركتي في البرنامج للمره الثانيه. تم استدعاء للمره الثانيه، ودابا دوزنا المراحل الاولى ووصلنا المباشر دابا ان شاء الله الحمد لله. عرفتي شنو هي برنامج كتشاركي فيه للمره الثانيه؟ غتبقي غير بحكم الاقدميه. لا لا لا. واحد القضيه بعدا لاحظت في ذاك الفيديو اللي دوزنا، سولتك على سميتك، قلتي ليها سميتي كريمه. ماي نيم از كريمه غويت. وانت كريمه. والاخر شنو قال؟ كريمه. كريمه. درها بالشلحه، واش سميتي كريمه؟ وانت الاصول ديالك امازيغيه ياك؟ اصولي امازيغيه. امازيغي. اليوم غنسمعوك ايضا بالشلحه ان شاء الله ياك؟ ان شاء الله. علاش لا؟ علاش كريمه غيت اختارت دو فويس ديال تركيا وما اختارتش مثلا دو فويس ديال العالم العربي مثلا،
واش ما كتشوفيش بان لا بالعكس انا كان من متبعين دو فويس ديال العرب والاصوات اللي كيطلعوا منهم ما شاء الله بحال لمياء الزايدي بحال مراد البوريقي ناس اللي شرفونا لكن انا بحكم خدمتي اللي في تركيا وحكم حبيت ندير شي حاجه مختلفه وداك هذا هو السبب زعما ما كاينش كلمه تسمعينا اليوم شي حاجه واخا صافي يلا ثقات على كريمه غيد الله عليك كريمه كنحسوا بان في الغناء ديالك عندك شويه تاثرتي شويه بالاتراك يعني كاينين شي عندك شي عراب فيها شويه لمسه يعني تركيه ياك ولا لا سي سعيد ياك انا اقرب مقامين قرب ليا الصبا والحجاز والحجاز معروف عند الاتراك يعني ابراهيم تطلسس واكيد كاينين بعض المقامات اللي كتحسي بهم انهم صعاب في الموسيقى الشرقيه مثلا اللي ما كتقدرش تغني فيهم كريمه لا يعني من الاصعب هو الحجاز من اصعب المقامات كيعجبني الحجاز والصبا نهاوند بيات على حسب المود يعني الصبا ملي كتكون شويه الحزن حجاز ولكن الحجاز اقرب مقام لقلبي غادي نسمعوك بتركيا لان عرفت واحد القضيه بان كريمه غيت كتهضري مزيان بتركيا شويه از بليرم شوك از فراسك واحد الحاجه انا اليوم مشيت تعلمت شويه تركيه خصيصه باش نقدر نتحاور معك هذه سهله واخا نعطيك سهله عطينا شوي عطيني شي موسيقى عفاك انا نهضر معك بتركيه كريمه افندم اش كنتي كديري البارح مع ذاك الحقير هذه هي التركيه اللي كنعرف يا هادي ديال سامحيني ولكن واحد الحاجه اللي ما كتفهمش ليا في المسلسلات ملي كيترجموا كل شيء الى الاسماء اليخاندرو كيخليو الاسماء اشتي كدير مع ديك الزغبيه ديال مانويلا جوستومون دونك تيترجموا كل شيء كينساو السميات تشكيلات وتسناتني نهضر معاها بالتركيه والو نهائيا يلا ماشي مشكل تبارك الله عليك اليوم بغينا نسمعوك في بزاف ديال الالوان غنائيه بغينا نسمعوك بالتركيه نسمعوك بالانجليزيه نسمعوك وبالامازيغيه صافي اكيد تعطينا دابا شي مقطع بالتركيه يلا Yüzünü kallışanın orta yerinde
بتشعر يزمر يشنو يزدرر يسرع دورو بلا دوس لازم شمدي بنا بكريك بكايك زونا دابير كشسي سياغو كيارك كرمزي دابا نسمعوك في لون اخر اعطينا شي مقطع اون فرونسي يلا اون فرونسي Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Je Tu vois. Eh, Andy Metzak. Daba, Andy, tu as tenu un chim qta, bel amazighi. Ah, wa kim chart. Ah. Khassen dirou. Ah, la, ana daruri. Ana wiyak. تبارك الله عليك كريمة. كريمة كما قلت متعددة المواهب، عندك بزاف ديال الحوايج كديريهم. اليوم نخلي الجمهور يتعرف عليك أكثر وأكثر من خلال هاد المقاطع ديال بيست أوف الأعمال اللي قدمتي، نشوفوهم ونرجع. قلت له أنا لي من يقول لي هو شمال ما بقيت فهم والو يمكن السيد هبال غير حاولي تنسى هذا الشيء اللي وقع ما تخليش هذا الطريق واخا تقف وقيفة شنو هذا الشيء هذا الشيء حمدتي شويه الوزه لقيته في الكوزينه غير رخيك وريحك شرف كيف قتل اخويا اللي عمري ما شفته هو ده الابويا أبوي اللي ما كانش أعرف أصلاً إني على وش الدنيا. دونك مثلتي في بزاف ديال الأعمال، قدمتي بزاف ديال الأغاني، ولكن هانتي مع الأتراك، هانتي مع المصريين، مؤخراً مثلتي في فيلم مصري مع نجوم كبار وفي عمل مصري ضخم.
كيفاش كتقدري ديري هادشي كامل في هاد الوقت القصير؟ جو مي كونسونتر كنركز يعني كتلقى دائما ما عنديش اوقات لشي حوايج يعني دائما خدمتي بحال قبل قرايتي فكنبغي نكون دائما متميزه في خدمتي وكنعطي الوقت ملي كيجيني سيناريو صدقني كنخدم عليه بزاف يعني انت عارف قداش خدمتنا متعبه ماشي غير طلع في الكاميرا وهذا ولكن الحمد لله يعني قمت باعمال بحال تسعه جامعه الدول مع خالد صالح الله يرحمه اللي من هذا المنبر بغيت نقول انه فنان عاوني بزاف وساندني وعطاني دعم ايجابي كان بحال الاب ديالي في المسلسل ودابا كنقوم بتصوير فيلم في مصر اللي هو انتاج احمد السبكي واخراج سميح عبد العزيز اللي غادي يكون في القاعات السينمائيه في شهر 4 وسر المرجال اللي لقى نجاح كبير الحمد لله فالحمد لله كنحاول نختار ادوار اللي تميزني وادوار اللي ننجح فيها ونكون دائما راضيه على نفسي ملي كنتفرج مع عائلتي كريمة غيت حضورك في مسلسلات كبيرة بحال ديال مثلا إنتاج سبكي ولا مسلسل كبير مع الفنان خالد صالح فاش كنشوفوك بحال هاد الأعمال وأنت عاد بديتي بزاف الناس كيتسألوا كيقولوا واش كريمة عندها شي كود بيستون صحيح بغيت نقول لك واحد الملاحظة قالها لي المخرج اللي كان وجه ليه تحية مخرج سر المرجان الأستاذ الكبير شوقي العوفير قال لي كريمة أنت ماشي مغنية تمثل بل أنت ممثلة تغني لأنه كنشوف بزاف أن كاينين فنانين كيكون مغني وكيمثل لكن أنا ممثلة وكنقولها لأنه كنخدم بإحساسي وكنحاول أنه ماشي حنت كنغني ومعروفة شوية لا خصني نمثل لا صدقني ملي كيجيني الدور انك توقف قدام خالد صالح اللي هو واحد من اكبر الفنانين في الوطن العربي وانك تقوم باعمال في مصر هذا الشيء ماشي سهل واللي كيعجبني في نفسي هو انني كنختار ادوار وصدقني بارفوا كيعطيوك سيناريو مي في سيرسين كتلقى شي حوايج لا كنعطيهم الملاحظات ديالي وكنقول لهم ان هذا الشيء نقدر نديرو هذا الشيء ما نقدرش نديرو ديما كتكون عندي الكلمه الاخيره في الدور ديالي ولكن ما جاوبتينيش على السؤال واش عندك شي كود بيستون اللي تيخليك كود بيستون عندي عندك رضات الوالدين شوف هذا الجواب ما قنعنيش ولكن على ود حيت هضرتي فيه على الوالدين غادي ندوز لك هذا الجواب صافي ربحت الحمد لله كريمه عرفنا ايضا انك ملي مشيتي لتركيا مشيتي باش تشاركي في برنامج دو فويس واحد الوقت قلبتيها بعشره خدمتي في مجال العقار سمساره نعم ما كايناش شي سفليه شوكه في تركيا كاينه واحد الشوكيه في تركيا في الطريق الجديده ياك تقريبا 4 بريكات ونص لا شوف اي فنان تخوضي هذه التجربه هذه اي فنان في بدايه مشواره كيحتاج يقوم بعمل جانب الفن يا اما كاين اللي كيغنيو في اماكن او فانا في تركيا اشتغلت بالعقار لانه انا خريجه اقتصاد واشتغلت بالحاجه اللي انا قريت بالعكس كانت حاجه زوينه وديما كنقول انا الفنان خص تكون عنده حاجه من غير الفن يا اما دراسه او بالعكس كنفتخر انني خدمت في العقار والان الفن ممكن يغطي لك جميع حاجياتك يعني انا شخصيا الحمد لله ما عنديش وما خصيش يعني كاين شي ايام صدقني شي ايام في مصر مريت بها ما لقياش باش نشري العيش وعمرني ما استسلمت الحمد لله كما قلت درستي واشتغلتي في تركيا هذا الشيء خلاك انك يكون عندك تواصل مع الناس وانك تعلمي اللغه بواحد الشكل سريع دابا بغيت ندير معك واحد تجربه واحد التحدي صغير غادي نعطيك واحد المقطع فيديو ديال مسلسل تركي وبغيتك ترجميه ليا بالدارجه بحال الترجمه اللي عندنا دابا واخا الله يلا متفقين يلا سير عمراني عطينا المقطع عفاك دينيس نهلر بين ميلر دينيس دينيس هما يديا دينيس الجوزر بين ميلر عينين دينيس هما عينيا بيني هي روحي هي الدم ديالي نصيحه ليلى نصيحه علاش درت لي هادشي ليلى شو جو من نهار غنمشي ناخذ بنتي من عندهم نصي بارس تسمى كيف بدك تشيلي هذا الشيء؟ بعدنا بير سنة سنة إن شاء الله كيفاش سنة وأنت مخبية عليا البنت؟ هدري دوي دينيز بو كادار سبب جي أكلون أجندان بلا جيتش بس أم أولد ترجع تشي شاد أم نصا 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 أم نص
عافاك على قبل بنتنا غادي يقتلها كامل تشك ما بين مكانش بلا ما تبقى تجي قدامي وليت فيها لي قداميس ما غاديش نمشي معاك سيرينا كزم وضمي لا ما غنخليش بنتي يا اما تنزو اوسافاجن اورت صناعه ما كيستهمي اور مي بوغن ندير شنو زعما قرانا عليا اوكي زربو وسمعت انك كتهضري من غير تركيه بزاف ديال اللهجات اخرين المصريه اللبنانيه انا عرفتي شنو غندير معك واحد القضيه غنسولك اسئله وانت غتجاوبيني مره بالمصريه مره باللبنانيه مره ب صافي دابا غادي نسولك تجاوبيني بالمصريه يلا شنو الاعمال اللي قريبه تقدميها انا لسه جايه من مصر صورت فيلم مصري كان انتاج احمد السبكي واخراج سامح عبد العزيز اللي ان شاء الله هنشوفه بعد 3 شهور تقريبا ودلوقتي انا معاك في رشيد شو انا مبسوطه قوي قوي لاني اصلا بابا مصري بس انا بتكلم مغربي شويه بالزاف المغربي عندي شويه مش عارف بتكلم شويه بس ما عندي بتسالك يلا نديرو دابا غادي تجاوبيني دابا باللبنانيه قولي استنى ناخذ البوز ديال اللبنانيه اللبنانيه واخا لاله يلا واخا قولي سمعت كاين شي مشروع زواج قريب لا حياتي سو زواج مجنون انت ما بدي اتزوج حياتي جمالي ما بيسمح لي اها ليكو عن جد لا شو بيتزوجوا يتزوجوا بعدين يتخانقوا بعدين جيب لي البيبران جيب لي الخبز جيب لي لا حياتي بدي المانيكير والبيديكير ما فيي عندي ما يتسالك صافي دابا نختموها بالامازيغيه شكون هو يعني الفنان اللي مستقبلا ممكن دير معاه ديو احربي مرضك النغ سعد المجردي عزب لا فلاتي وحق رباب لي عزاداري سعد المجردي عزاداري وكان كيغ تمازيرت انتني سكرا غروم وري غروم اشكو القهوه اسلح لي بني غد بلا حليب سنت ما ايوا رشيد ما كنت قلت لاباس داري لاباس ربي يخليك اش دارنا غير ربي اش دارنا اجي عندنا حنا كنبغيوك بزاف كان حماقوا عليك حتى انا كنموتوا عليك حتى انا انت هو الحب ديالنا اي 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 قصة انت معاك هذا النهار هذا خرجنا منك بزاف ديال المواهب تبارك الله التقليد ما عندي ما يتسالك كريمة غيت درتي اغنية فيها كلمات غريبة شوية اغنية اللي حققت نجاح تقريبا وصلت لشي 30 مليون مشاهدة في اليوتيوب اغنية مطلع حاجبه غير مطلع حاجبه وحتى حد ما عاجبه ملي نضحك انا معاه يقلب عليا وجهه يمكن شد معايا كان عليا يجيب في الكليب خليني نتنفس ويلا معاه انا ندوي هواي الطاقة الحس غير مطلع حاجبه وحتى حد ما عاجبه ملي نضحك انا معاه يقلب عليا وجهه يمكن شد كيفاش هاد القضية كريمة؟ إيوا شفتي كتدقي عليا وكيف؟ أنا عمري ما غنيت عليك إيوا اش غدير؟ حسيت أن شوف أنت الصراحة من نهار عرفتك وأنت ديما مطلع حاجبك وسمعت بأن أنت ما تقدريش تطلعي حاجبك لا والو شنو بغيتي توصلي من خلال هاد الأغنية هادي؟ أغنية عجبني الكلام ديالها واللحن كان وجه تحية للكاتب محمود برحيل وألحان محمد نوبال رشيد توزيع رشيد محمد علي وكانت فكرة جميلة الحمد لله الناس عجبتهم عجبتهم الاغنيه وانت عجبتك ولا ما عجبتكش عجبتني طبعا مقتنع بها اي حاجه كنديرها الا مقتنع بها كريمه سمعت انك كتسلفي بزاف كنتسلف اش كنتسلف سيلفيات زعما صحابش فلوس كاين كيعجبوك السيلفي طبعا كديرها بزاف وسمعت كديري لي سيلفي وانت صايقه شحال مره للاسف ايوا للاسف وهذا مساله خطيره وهذا كنبغي نوجه رساله للناس خصوصا اللي كيشدوا الطريق وكيهزوا التليفون اون جينيرال الطريق هما سايقين ردوا البال هذه مشكله هذه صح شحال واحد دابا كتلقى كيوصلوا ميساج وانت كاع كثرتي تتسلفي ديري السيلفي وانت سايقه ماشي ديما
في الدور الاحمر وفي قيف. لا لا هي التليفون خصو يتحيد نهائيا ياك ولا لا؟ حتى ما غرامير كتقول لي نفس الملاحظه. ونتمنى ما تعاوديهاش كريمه، وخصوصا ان الله يحفظ، الله يحفظ شي نهار تخيلي تكوني دايره السيلفي انت وتلاقي مع شي وحده ثانيه حتى هي جايه دايره السيلفي وديروا صوره جماعيه ياك. كريمه غيت اليوم كيحضر معنا واحد الفنان شاب فنان اللي تالق في مجموعه من الاغاني وقدم اغنيه من انجح الاغاني الشبابيه في المغرب. فنان شاب عنده موهبه كبيره. تصفيقات حاره على الفنان رضوان برحيل. شكرا ميرسي بوكو ربي يخليكم. رضوان مرحبا بك. الله يبارك في خويا الحبيب الهلا يخطيك اخويا، وراك تما والجمهور تما والفرقه الموسيقيه تما وكريمه تما. كل شيء بخير؟ الحمد لله الحمد لله. صحة لاباس؟ هاني مرتاح بخير كل شيء. الله يبارك فيك. انا مرتاح، انت مرتاح؟ انا مرتاح، انت متاكد؟ لا انا مرتاح. انا فرحانه بزاف اليوم لانه رضوان معايا، لانه بالنسبه لي هو اخ ليا وصوت كنعشقو. اكيد دوزنا ايام جميله ملي كنت مع محمد نوبال اكيد، وكنتمنى ليه النجاح والتوفيق. لا لا يخليك، الله يخليك كريمه. وكنبغي نشكرك اخويا رشيد على الاستضافه ديالنا انا وكريمه. البرنامج ديالك رائع جدا، وهو بمثابه صله وصل بيناتنا احنا الفنانه و والحباب. مرحبا بك. واهلا لا يخطيك اخويا الحبيب. تصفيقات على رضوان. شكرا. رضوان برحيل، انا قدمتك دابا كشاب تبارك الله من الشباب اللي نجحوا بالاغاني الشبابيه، وقدمتي اغنيه اللي دارت لو بوز وحققت نسب مشاهده كبيره. حنا طبعا البرنامج الباب مفتوح لاي شاب واي فنان اللي عنده ما يقول كما تنقولوا، فشرف لينا انك انت تكون معنا اليوم في الحلقه ديال اليوم. نسمعوا مقطع من الاغنيه اللي خلات رضوان نجم في المغرب. نسمعوا. كنت تقولي لحياتي وريت قلب ودار، تبدلتي ما حشمتي عيش النهار تسمع خبار. عايش نهار تسمع خبار. اوه انا تقلالي صبار معاه، اوه يلا على اللي ما مشى وخلاه. عرفت كشنو غادي تقول؟ لا لا هذه عرفت كشنو غادي تقول؟ اغنيه زوينه ولكن تجي حتى الوسط تقول ان على انا سمعت، كنت مع العائله ديالي وسمعت الاغنيه وصل ديك ينعل طفيت، قلت مع شنو يقول. لم خليها انا مفتوحه فهمتي. يعني سا ديبون على حساب الموقف، على حساب ديك الحرقه ديال فهمتي ديك اللي تسمع لها. يلعن اللي ما مشى وخلاه. صافي يعني طلعت صافي يعني تفارات. صافي تفارات، طلعت لي القرده للراس. رضوان برحيل، خلي الجمهور يتعرف عليك اكثر واكثر في هذا الفيديو هذا ورجع. يوم فراقك حزني وداني، ما بقتش تنفعني، يعني ما فيش اصل ما عنديش في الحب هزار، يعني يا بلاش وما تحسبهاش بنسى دبلي يرسل نيابني ارم يرسل نار. اوه انا تقلالي صبار معاه، اوه يلا على اللي ما مشى وخلاه. يا سيدي تعز وعلى طبعك ونديما، ترفعك الفوق تهزك وتعيش مرتاح بقيمة.
رضوان برحيل وكريم غيث. فيت غنيتو بجوج درتو شي اعمال مشتركه غنيتو؟ اكيد طبعا كانت اغنيه هذا هو المغربي وديما تنغنيو حنا مع بعضياتنا ديما. اليوم تغنيو عاوتاني مع بعضياتكم؟ اكيد ان شاء الله. الله ودي اش تسمعونا بجوج؟ نسمعكم وانا معك. وانا معك اكيد سعد المجرد. وتحيه للفنان سعد المجرد والفنانه اسماء المنور. من هذا المنبر تنتمناو ليه انه يطلق سراحه ان شاء الله يا ربي ويفرج عليا ويرجع لكاع الناس اللي جايين ان شاء الله. كل يوم نعيش وعيد مرتاح وفرحان وانت حدايا جنوني ليك برحيل. كما قلت انت الاغنيه اللي قدمتي مؤخرا اغنيه اللي نجحت بزاف وحققت انتشار كبير خصوصا فئه الشباب. بزاف ديال الناس ولاو كيبارطاجيو الاغنيه وصلت تقريبا شي 30 مليون مشاهده تقريبا 31 تقريبا الحمد لله. الناس كاين اللي كيعرف وكاين اللي ما كيعرفش بان الاغنيه كان موراها الفنان سعد المجرد اللي هو اللي انتج الاغنيه وحطها في لاشين ديالو ديال يوتيوب. فعلا. فكيفاش تم التعامل ديال سعد معك وعلاش سعد بالضبط اختارك انت باش دير الاغنيه؟ الفنان سعد تعرف عليه عن طريق مدير اعمالي والملحن محمد نوبال. سمع صوتي وقرر انه يتلاقى معايا وتلاقينا وتفاهمنا بزاف يعني من ناحيه الافكار يعني اشنو ممكن يدار اشنو ممكن يعني اللي يضيف لي انا خصوصا انني يعني الله بهذه وكنت كندير لي كوفر قبل. كان معجب بالصوت ديالك. الحمد لله وهذا شرف كبير لي طبعا. وتم اللقاء واتفقنا على اول اغنيه اللي هي اواه اللي هي من كلمات الاخ ديالي محمود برحيل والحان محمد نوبال وتوزيع جلال الحمداوي وانتاج الفنان سعد المجرد. الاغنيه تبارك الله حققت نجاح كما قلت الحمد لله. وهذا النجاح اللي حققت الاغنيه في نظرك رضوان واش النجاح؟ لان رضوان غناها مزيان والالحان كانت قويه والكلمات كانت مزيانه ولا حيت بارطاجها سعد المجرد في لاشين ديالو؟ كان باكج يعني التوليفه كامله هي اللي خرجت هذا العمل وخرجت يعني يعني هذا الجمال يعني اواه ما جات بالزربه يعني جات بواحد الطريقه اللي غريبه. الاخ ديالي كيكتب كلمات وتوريني انا اللي هو تيوريني وشفت الكلمات وعجبوني ودغيا كونتاكتا محمد نوبال وتلحنات عطيناها الموزيع باش يوزعها. بقينا يعني مواكبين التوزيع باش نشوف شنو ممكن اللي يخليها يعني فريده من نوعها حيت اول الحمد لله كانت فريده من نوعها.
سمعنا شي مقطع منا دابا لايف؟ أكيد يلا عطينا. ترى كنت تقولي لحياتي ورايك تقلب وضع تبدلتي محشمتي عايش نهار سمع خبر كنت تقولي لحياتي ورايك تقلب وضعك تبدلتي محشمتي عايش نهار سمع خبر كنت تقولي لحياتي ورايك تقلب وضعك تبدلتي محشمتي عايش نهار سمع خبر بدلتي محشمتي عايش نهار سمع خبر أول أنا بفضالي صبر معاك أول هنا عن الحيمة مشو خلاك أول أنا بفضالي صبر معاك أول هنا عن الحيمة مشو خلاك شكرا. كريمه غيت انا وانا كنتسارى شي شويه في مواقع التواصل الاجتماعي في يوتيوب كنطيح على تصريحات ديال كريمه غيت وحسيت من خلال التصريحات ان كريمه مضروبه على الزواج. اويلي اويلي لا اويلي اختي اويلي علاش مضروبه؟ شنو بغيتي زعما عزيز عليها الزواج باغا تزوج ما تيقتنيش؟ والله ما تيقتك واخا لا نشوفوا عافاكم هاد الفيديو هذا وهاد التصريحات ديالكم نرجعوا يلا ما تخطبت كذا مره انتوا عايزين تجوزوها لي ليه؟ هو اتضح ان في حاجه معيوبه؟ خصو يكون صادق ويكون يعني يكون بغى زواج بغى اولاد بغى المعقول. انا بالنسبه لي راجلي مستقبلي كترك في العمليه انا صدقيني نهار نتزوج راجلي الله يستر لو يفقد البصر لو يفقد رجوله نهزو فوق راسي استشهد دونك هنا عندكم شارس كونتاكتونا استشهد تحيه بعدا للصديقه سلمى العمري وبغيت نقول لك ان في اي لقاء كيقولوا لي امتى غتزوج كريمه واش ما كاينش فكنجاوب ماشي في الاخر قلتي لهم الا عندكم شارس من هذا المنبر شنو كونتاكتونا هو جاوبي دوي ردوان لا ما واش انا اللي باغي نتزوج انت اللي باغي تزوجي ايوا او ماي جاد ما عندنا شعريس دابا ولا فراسي قولي قالوا دقوا الباب ايوه غادي لي الزفه بغيت راه ولا يغني لك فارسك رضوان كريمه ما نفرحوش بيه كتعرف ان كريمه شاركت في دو فويس ديال تركيا شاركتي في دو فويس ديال تركيا ياك شاركتي المره الثانيه غنيتي خدمتي في العقار شي نهار نشوفك مرشحه في الانتخابات عندهم ياك اخويا سعيد تليفون يا ربي السلامة رشيد الو الو رشيد شو وي خويا رشيد اه دوز لي كريمة غيت هاك سلام لاباس اش كيشوف فيا بغيت نتزوج بغيت نتزوج شتي قلت لك رضوان برحيل بزاف ديال الناس ما كيعرفوش بانك انت قبل ما تدخل لهذا العالم ديال الغناء شاركتي قبل في مسابقات من بينهم برنامج سيدي دوزان كتذكر هذا البرنامج؟ طبعا كتذكر المرور ديالك؟ شكون اللي ما تيتذكرش البدايات ديالو وتيضحك عليهم تبغي نرجعوا الصور يلا غادي نشوفوا كيفاش كان رضوان برحيل واول مرور ديالو في برنامج سيدي دوزان سنة 2012 نشوفوا الفيديو ورجع ايدي حيالي
حيالي سبب حالي سبب حالي أيلي حيالي أيلي حيالي سبب حالي سبب حالي عيونه في عيالي. رضوان الصور هادو كيخليوك انك تقول شوف كيفاش كنت ياك ولا ولكن كنتي بوغوس واخا هكاك كنتي ودابا شوف كنت صغير بزاف كنبان صغير بزاف واش نجي كتبان صغير. رضوان بالرحيل شاركتي في برنامج ستوديو دو زام من بعد شاركتي في برنامج ذا فويس من بعد عرب ايدل وما تقبلتش وما تقبلتيش واش هادشي ما خلاكش تفقد الامل وتقول خصني نحبس من هاد الغناء وندير حاجه اخرى؟ نو نهائيا بالعكس هادي شي حاجه انت تتبغيها يعني ويعني حياتك هادي فبالعكس هادشي زاد تشجعني عطاك شحنه اكثر زيد يعني نكمل كملت بلي كوفر حيت انا قبل كنت كندير لي كوفر ومن بعد كملت ندير لي كوفر ويعني بالعكس واحد القضيه عاوتاني كيكونوا اصوات رائعين جدا وما تيتقبلوش لانه ممكن انهم تيكونوا تيقلبوا على دي بروفيل يعني معينين فهمتي ماشي بالضروره تيكون شي صوت واعر ولا شي حاجه وداك الشيء ارزاق عاوتاني دابا قدرتي تثبت نفسك في الساحه الفنيه الحمد لله حنا يلاه بادين والحمد لله غادي ان شاء الله الله يكمل عليك بالخير التوفيق ان شاء الله ربي ان شاء الله. في نظرك شنو اللي خلى الاغنيه تشهر اكثر؟ واش اللحن الصوت ديالك ولا الكلمات؟ كلشي 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 يعني يقدر شي حد مثلا صوته خايب يقدر يغني شي اغنيه ودير البوز وتشهر بزاف؟ طبعا ممكن جدا كاينين بزاف الاغاني مشهورين اصوات والو والو حيت سمعت غيديروا شي مسابقه ديال اخيب صوت بصح في المغرب ما تيقتونيش لا نشوفوا اش قالوا الناس على هذه القضيه هذه ونرجعوا. دابا غيديروا واحد المسابقه في العالم العربي ديال اخيب صوت. مزيان هذه الفكره هذه. اصلا كاين المغني اللي صوته خايب وطال. لا وي اخيب صوت واش غيدوز؟ اش ما عندهمش اصوات نيت ما كيشاركوا في هذا الصوت خايب. كان فراسك اللي ربح ياخذ 500 مليون. 500 مليون يمشي يشارك. اذا مزيانه. تمشي؟ يمشي. ما كرهناش هاد 500 مليون. انت الصويس كيدير؟ انا مكفس. مكفس؟ مكفس. مكرفس؟ مكرفس. انت بتغني شويه؟ كنغني. سمع. على الهوى ليلى. تبارك الله تحب لكم الغناء غير ساهل تقولي نبغيك وبهاد الكلمه ما حساش ما غنيتش حتى انا تمشي انا نمشي ما عندي الصوت انا تربح زعما نربح ويلي يا ايلي امل حبيبي منوع ليا. فكره ممتازه هذه كريمه غيت كيف ما قلت لك كريمه شفناك في سر المرجان سر المرجان كانوا معاك تلة من الممثلين من بينهم الفنان عمر لطفي اكيد ياك اللي كانوا جولي تحيه عمر لطفي هضرنا معاه وقلنا له عطينا رايك في كريمه كممثله هو كيحترم كمغنيه ولكن عنده راي اخر فيك كممثله نشوفوا شنو قال لك واعطينا التعقيب ديالك اكيد شكرا. يعني باش نكون صريح معكم بلا ديك الهضره ديال الخشابه ولا النفاق كريمه غيت انا جو بريفير تبقى في الغناء علاش لانه عندها صوت تبارك الله زوين اللي قد يمشي بها بعيد وزعما باش تقحم عالم التمثيل هذا بالنسبه لي انايا كيخليها غير دي كونسونطرا وكيخليها انها ما تكونسونطراش في الغناء وتقد مشاد لا غناء لا تمثيل من الاحسن تبسع من التمثيل وتخليه لمواليه انا كنقول ربما يكون الشكل ديالها هو اللي نفعها باش انها دارت الخطوه الاولى في مجال التمثيل ولكن من الاحسن بحكم التجربه ديالي وبحكم انني شفتها كيفاش كتعامل شفتها كيفاش كتمثل طيبه ولكن طيبوبه ماشي هو التمثيل كنظن بانه هذا فرصه بالنسبه لها انها تكونسونطرا في الغناء وتبسع على التمثيل. شكرا ولا وفقها في العلم. شنو التعقيب ديالك؟ بالعكس انا اولا بغيت نوجه ليه التحيه عمر هو خويا ولد بلادي شلح بحالي وبغيت نبارك ليه المولوده الجديده هو ممثل رائع اللي ساعدني هو قبل مني في الخبره يعني هو فنان كيقول لك اللي فاتك بليله فاتك بحيله بالعكس هذا يقدر رايه فيا اللي ما قالوش ليا في وجهي ممكن هذا هو العتاب اللي عندي ولكن انا كنحترمك وتنحماق عليك كفنان ورايك بالعكس كيهمني ولكن ما كياثرش فيا وانت تبارك الله غزال في التمثيل وكاخلاق
والله يخلي لك الوالدين ديالك، وانت انسان محترم، انا كنقولها في وجهك وفي مورك. نسمعوا شنو قال فيك بصح. يلا نشوف شنو قال عمر لطفي. يلا كريمة غايت اختي، انا عارفك ما غاديش تكوني تيقتي الراي ديال ولادك، كتعرفيني مزيان وكتعرفي الراي ديالي فيك. كنتمنى لك التوفيق لا في الغناء ولا في التمثيل، انسانه متميزه تبارك الله عليك، فنانه متخلقه متواضعه وكتبغي الخير للاخر. يا ربي لقينا شي عمل خور، وتحياتي وتهلاوي لك. فراس كنت غنبكي حيت انا حساسه بزاف، طلعت لي سخانه بالعكس. يعني اوف دارها بك ياك؟ دارها بيا بالعكس. انا عمر من الناس اللي ساعدوني والناس اللي شفت منهم يد يد المساعده، وكنا في اجواء صدقني رائعه في التصوير، عمرنا ما موقع بيناتنا سوء تفاهم حتى بالضحك. الله يكمل عليه والله يوفقه. امين يا رب. كريمه غيت، عندنا واحد الانترفيو غريب ديالك تفرجنا فيه وبقينا تنقولوا كريمه شو وقع عليها؟ واش كانت يعني بعقلها في ذاك الانترفيو؟ كانت في الوعي ديالها؟ شكرا جمهور كي يسوف لي ليا. نشوفوا هاد الانترفيو هذا ونرجع. انا كنعرف ندير طن 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 صافي دونك شي حاجه. انسانة مجتهدة يعني وعندها نجاحات كبيرة يعني، وكل مرة كتفاجئ الجمهور بحاجة معينة. كنعرف هالوليد هالوليد انا جيت انا جيت وانا جيت جوني مار. بارك الله عليك كريمه غيت وردوان بالرحيل. دابا غندوزو المرحله صعبه شويه، وغادي نمشيو من الضحك وغندوزو شويه للسيريو في الفاس فاس. ايه مستعدين؟ مستعدين. كريمة غيت، مجموعة من الناس كيقولوا بأن كريمة غيت كتحاول أنها تقلب على الشهرة وعلى البوز بأي ثمن، وهذا الشيء اللي كيفسر هاد التجارب اللي درتهم مرة في التمثيل مرة في الغناء مرة في عروض الأزياء. واش فعلا هذا هو الهدف من هاد الشيء كامل؟ أنا يعني أكثر فنانة ما كنقلبش على البوز، يعني ولا كتشوف التواصل الاجتماعي داخله سوق راسي وما عنديش مع كون بيت ندير البوز غادي ندخل نهضر على ناس لا بالعكس. انا بديت في التمثيل وكملت في الغناء وغاديه كنشق طريقي شويه بشويه، واكيد الجمهور كيلاحظ انني دائما كنحاول ندير حوايج جداد وحوايج اللي انا مقتنعه بهم. رضوان بالرحيل، اييه انت شاب طموح قدرتي انك تحقق نجاحات مؤخرا بعد الشباب زملائك واصدقائك كيتشكاو منك كيقولوا بانك تبدلتي عليهم من بعد الشهره وانك ما بقيتيش صبغتك كما تنقول. نهائيا ونهائيا بالعكس، علاش غنتبدل عليهم؟ الناس اللي تعرفوني والناس اللي قرب مني سولهم هما غادي يقولوا لك واش انا تبدلت ولا ما تبدلتش. كريمه غيت، شنو هي اكبر صدمه عشتيها في حياتك؟ وفاة الوالدة ديالي في 2010، وطراو لي حوايج بزاف في 2016 اللي خلوني يعني تقريبا اكثر حوايج صعب عشتهم كانت في 2010 وفي 2016، ولكن الحمد لله الحياة تستمر. رضوان برحيم، الى تقترح عليك ديو غنائي مع هاد الجوج ديال الفنانات بصراحة
شكون تختار؟ واش كريمة غيت ولا أمل ماهر؟ كريمة جوف بلاصتي. لا لا ما يمكنش. ناكل هريسة. علاش ما علاش ما بغيتيش تجاوب؟ علاش؟ حتى يعني بالعكس يعني هذه شي حاجة تفرحني أني نكون مع كريمة بالعكس. والفنانة أمل ماهر شرف كبير بزاف أني نكون معها في ديو، ويعني هي من الفنانات اللي أنا يعني تعجبوني بزاف. أشنو تفضل؟ رائع جدا. وشكون تفضل ديال هريسة؟ كريمة غيت، كي بعض الناس كيقولوا بأن كريمة غيت متصنعة ملي كتطلع في الحوارات، بأنها كتحاول تظاهر بأنها ظريفة ودخلة سوق راسها، والواقع عكس ذلك تماما. شنو هذا الواقع؟ ربي شاهد أنني في حياتي الشخصية عمري ما أديت شي واحد، ولا عمري هدرت على شي واحد، ولا يعني الناس اللي تلقوا مني يدي ما كانوا شادين فيا مزيان، لكن أنا دايما شادة في جميع الناس. رضوان برحيل، بصراحة شكون هو أكثر شخص ساعدك في بداياتك الفنية وكيرجع ليه فضل كبير في نجاحك في هاد ثلاثة الأسماء اللي غنعطيك؟ محمود بن رحيل، سعد المجرد، محمد نوبال. منيتك منيتك كتسول تسول. أنا كل هريسة طبعا، حيت فعلا لا حيت فعلا كل واحد يعني وقف جنبي هما كاملين بينك كاملين بينك وبين نفسك كاين واحد الشخص كتقول بانه صراحه بسبب هذا انا وليت نجم. بيني وبين راسي كاملين، كل واحد اعطى لاطوش ديالته للامانه. ما غتجاوبنيش، تعطينيش اسم واحد؟ ما نقدرش نعطيك اسم واحد. بسم الله. كريمة غيت، شكون في هاد الفنانات المغربيات الشابات اللي غتسمعي الاسماء ديالهم، شكون بالنسبه لك انت الفنانه رقم واحد حاليا؟ دنيا باطمه، ابتسام تسكات، سلمى رشيد، ولا حنان الخضر؟ هريسة تنتظر. هريسة بنينة تنتظر. شوف صراحة يعني بصراحة كل واحدة فيهم، أنا من عشاق صوت دنيا باطمة، وكنحيي الاجتهاد ديالها. وسلمى رشيد إنسانة مجتهدة، وكنبارك ليها الخطوبة ديالها. ابتسام تسكات، القلب الطيب والإحساس. حنان الخضر، برنامج ستار اكاديمي ما كنعرفهاش شخصيا، ولكن كنتمنى لها التوفيق. فبالنسبه لي شخصيا باطمة. كنشكركم على الصراحة ديالكم. تصفيقات على رضوان برحيل وكريمة غيت. شكرا. كريمة غيت ورضوان برحيل، غادي ندوزو لآخر مرحلة، هي مرحلة ديال التحدي، وغيكون عندكم التحدي الموسيقي. ولكن قبل ما ندوزو للتحدي الموسيقي، غادي نشوفوا واحد التحدي من اصعب التحديات ديال البرنامج واللي تعطى لكريمة غيت. غادي نشوفوا التحدي اللي دارت كريمة غيت خارج البلاطو، وهو تحدي القفز بالمظله
لان كان عندها الخوف بزاف، كنعرفوا انها كتخاف بزاف. غادي نشوفوا كيفاش عاشت التحدي هذا بعد الفاصل. كانت تجربة رائعة، كنت خايفة ولكن كسرت الخوف اللي فيا. سيتي مون غيف انني ندير هاد نجرب، والحمد لله جربت. كريمة غيت رضوان بالرحيل، نسليو بالموسيقى، نعطيكم مقاطع موسيقية سي سعيد، وانتم خصكم تعرفوا على هاد المقاطع. الأول اللي غيضغط على الزر هو اللي عنده الحق في الإجابة، متفقين؟ أوكي. يلا. ناس الغيوان. ناس الغيوان. ويلي 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 ويلي. يا بنت الناس. يا بنت الناس. لا ناس الغيوان. لا بلاتي. ركزي شوية. ويلي ويلي ولا ناس الغيوان. ويلي 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 ويلي. يلا مقطع التالي. طيب. لا لا لا. الحليم حافظ. بحلم بيك. انا قلت عبد الحليم حافظ. عبد الحليم. لا والو. تضغط مع عليك يا مالك. لا 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 اسكت. كاظم الساهر. كاظم الساهر. يا عشقا زيدينا عشقا. نسيت نسيت الأغنية. عارف من وين نسيت الأغنية؟ زيروا معنا شوية. يلا يلا. طرع اللي مني وقلبي هوى على رمش عيوني قابلت هوى طرع اللي مني وقلبي هوى وانا ياللي كنت طبيعي هوى والليالي العد ما بيعد هوى وانا ياللي كنت طبيب الهوى وياللي العد. آخر مقطع يلا. Thank you.
جورج واسوف مالي سي تخوش خصنا نقولوا نقدروا نقولوا الفنان يلا دير لهم اخر مقطع نسالي به يلا نتمنى تعرفوا هذا علاش يا غزالي وانا الاول علاش يا غزالي جيتي بحالي كيفاش يا حلالي علاش يا غزالي وعلاش يا غزالي جيتي بحالي كيفاش يا حلالي علاش يا لايم خليتني هايم علاش يا لايم خليتني هايم هايم في جروحي كريمة غيت رضوان برهيل شكرا لكم شكرا اللي حضرتوا معنا كان لنا الشرف انكم تحضروا معنا في هذه الحلقه هذه قبل ما نختموا نعطي الكلمه لكل واحد فيكم شنو تقولوا للجمهور ديالكم شكرا بزاف رشيد كانت حلقه زوينه شكرا للفرقه الموسيقيه الرائعه شكرا للحضور ديال الجمهور اللي حاضر معنا شكرا للطاقم التقني وانا فرحانه بزاف انني معاك وان شاء الله تكون حلقه زوينه ان شاء الله رضوان شكرا خويا رشيد وشكرا على البرنامج الرائع جدا استمتعنا بزاف وإن شاء الله نتلقوا مرة أخرى إن شاء الله وشكرا مشاهدينا كنتمنى الحلقة تكون تعجبكم موعدنا معكم في جديد الحلقة المقبلة السلام عليكم هذه شنو هي هذه هذيك اسمها ديال الملبس الأحرار اليوم بغيت نستقبل وتستقبلوا معايا عفاكم حرارة الفنان عبد الرحيم تونسي نهار كبير هذا السي عبد الرؤوف الله يكبر ايامك ام تونسيه من ماروكا ماميري ماروكان اللي ما عنده سيدو عنده لاله سويك لينا با سون باترون لا سا باترون